السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل عشان كل جديد بعمله وصل لحضراتكم. منسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معايا على الخبر. إصابة 11 شخص، تحقيقات النيابة تكشف سبب اصطدام سيارتين بطريق الفيوم الصحراوي. الخبر بيقول طلبت نيابة جنوب الجيزة الاثنين تحريات أجهزة الأمن حول حادث اصطدام سيارتين ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي ما أسفر عن إصابة 11 شخص. وأفادت التحقيقات بأن اختلال عجلة القيادة في يد السائقين تسبب في الحادث. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوي. انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ما أسفر عن إصابة 11 شخص من مستقل السيارتين، ونقل المصابين للمستشفى وزيلت آثار الحادث وحرر محضر بالواقعة واخترت النيابة المختصة للتحقيق.